مدورين المزايين ولا ظن تلحق هنسموك الركايب البارحة والعين لا شافت العين تشكي وتشكي من سموم الحبايب يا عقاب لا من صرت ما بين ثنتين بين الغرام وبين رد الطلايب يا من يعلم وين عفرة غدت وين ضاعت بها الأفكار بين الحرايب يا عقاب عبر جرحها صار همان مثل السحاب اللي لف الضرق والرعود رحمك يا اللي تقلب الحال بالحال يلا قبل الأيام معقول يا عفرة والجروح انكون تجرعنا مرار الزمن تغربنا وعينك وطن سنين تمر من عمري وشحم الوصال حلمي شاب في عيني وصعب المنال يمر من طيف وعيوني تنادي تعال تعال وشوف حالي في غيابك تعال يا عفر الجفا وعهد الوفا تعالي دفا وتبكي وانا وجرح الهوى ما له دوا ما له دوا بدكش تعاودي لديرة عقاب هدهم خدوا اللي فيه النصيب وانقلعوا يا خالة الزوم عاود لاجل عارف العلوم واللي ناويين عليه ترى عقاب ما هو سهل وكاد ما يسكت على اللي صار وقلبه شاعل على ولده إلا ما يعاود ولاجل هيك حنا جاهزين وننتظر لعاد انتو ايش منتظرين من رجل خطفت ولده وذبحتوه بعد ذبحتوه؟ ذبحت العيل يا عفرة وأنا بيدي هذه اللي
شلون قتلتي عيل ما له ذنب؟ شلون تقتلينه؟ فجر 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 علام فجر يا شيخ سالم الحق فجر يا سالم تذبت علي مو قلتوا بتخطفون سهل لاجل تحرقون قلب عقاب ما قلتوا بتذبحون يتحمل لي ذنب عيل صغير وش اسوي بروحي الحين ترجعت يا فجر ما تبكي قلبي يوجعني يوم يشوف دموعك سايلة وقلبك ما وجعك من ذبحته أنا ما ذبحت سهيل سهيل عايش الشيخ عفرة ما علمت أحد لأنه ما هان عليها تذبح العيل وأنا كان لزوم أظل ساكت مبوح بالسر لكن دموعك ما هان على قلبي يا فجر ما هان فجر عودي معي للديرة يا ليت يا سالم بس مشيت بطريق ولزومه كامل استني شوي خيا قطع نفسي وانا امشي وراك ويكاد انك تعبتي وانت تمشي على رجولك تعبت اشوف ديره قريبه منها هذه ديرتنا خذي شمي وش هذا تنعش النفس اي زين زينه راسي ثقيلة اي تركي علي زين تسلمي يا خيي عهونك عهونك يا شيف كويلك الجرح ما على مشي خلوني بالحالي وش راح نسوي الحين يا نواف؟ ما ادري يا ريان انا قادر افكر بشيء هذه فرحة أنا أبتش فرحة وش بلاش خذنها يا بنات خذنها البيت حتى ارتاح غسل وجهها بالماء البارد وخلها ترتاح وإن شاء الله تصير خير لا توخذينها يا خيّة من أنتي
وش سالفتها فرحة؟ معك حق يا حزاع، ما تذكر السديرة وإيش تذكر لا تذكر من عمايلك الشينة. أنا حكيمة وهذه البنية قالت لي إنه شختكم مريضة وبيها وهن وقاعدة تشتري مني دواء، وفجأة وقعت من طولها، حملتها وجبت لها. زين، ولدي يا فهد عندك يبا، خذ الضيفة البيت الشيخ عقاب، تراها تحمل غرض للشيخة حرمة الشيخ. أبشر، تفضلي يا خالة. اسمك فهد؟ اي والله. اربط لي الحمار. يا ويلي عليك يا خالتي فرحة، رأس الست حسنة يوجع الله جعله ما يطيب. هذا كله من وراه ومن ورا خدامتها حورية. هذه العقربة طول نهارهن قاعدات يسحرن ويحرقن. شاهد، حرام عليك تدعي على الناس، عيب. بعدين الشيخ اللي فيها بيكفيها. من قهري يا غوى، من قهري على هذه المسكينة، ما هي حالها من حالنا. والله إن شفت لهذه حورية الخدامة لنتفها تنتيف. هذه تحسنت، الحمد لله على سلامتك يمه، عودت نامت. لا تخافين تحسن ان شاء الله، بس خلي ما قليل واللي بنزادها ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله على سلامة الشيخة يا خالتي. الله يسلمك. وجابك هاني غوا، واش تريدين؟ غوة جت تطمن على الشيخة يا خالتي. الحمد لله على سلامتها، كيف صارت؟ الشيخة بخير، ما بها خلاف غير العيون النشسة تتركها بحالها. محتاجة شي يا خالتي نساعدك بيه؟ شوف حورية ما هي هان، ما أدري، لكن تسلمين يا مزنة، الحكيمة ما قصرت. زين نسلم عليك. حلامك يا ولد، حلامك يا ولد، ما اللي سوى بيك هالأسوأ؟ ما أدري ما أدري. خلاص الشيخ انباقت؟ سبعك هالحق البواق. أنت متأكدة إنها هي؟ آه متأكدة. صح أنا ما كنتش واعي وصحي كتير، بس لما كنت بفتح عيوني كنت بشوفها هي هي. والله غريبة هالمرة، ليش عملت حالها ما بتعرفك وكأنها أول مرة بتشوفك؟ مش هذا السؤال، السؤال هي ليش خبتني؟ بعدين ليش اختفت فجأة؟ على فكرة هاي المرة من وراها قصة. والله هذه الديرة كلها قصص. شو قالوا؟ هذا سيد مصروع جاي. هو يا بنات قويت يا فهد، ما شفتنا أحد غريب أو شي غريب هان حولكن؟ ما شفنا شي، لكن شفت قربة حورية هناك عند الغدير. وراعية القربة وينها؟ ما أدري، دور عليها. سلم عليك. انتي ليش حكيتي له هيك؟ شو بعرفني إذا هالقربة لإلها ولا لا؟ خليها تستاهل زي العقربة، قومي. كافي الهان يا سالم، ما ودي أحد يشوفك، تسهل بمان الله. زين يا فجر، حطي بالك على روحك. وانت بعد حط بالك على روحك، وسلم لي على العفرة، وقلها فجر تعاود بإذن الله عن قريب.
أتوخر يا فجر. سلم عليك. مزنار هيا بنت، وين راحت مقصوفة الرقبة؟ مزنار على لساني إلا بذكره. يا زين هرجك الحكي، أنسى الدنيا كلها لما أسمعك. مزنة أنت هان؟ أنت اللي وينك من الصبح؟ لا أنت عند الغدير ولا بالبيت، وينش أنت؟ وين ودي أكون يعني؟ كنت أعبي القربة. يلا للغدير لاجي نسولف. يلا فهد، يا فهد هاني يا رجال. هان هاي ابوي علمني. لقيتوها؟ ما لقيناها، ما هي بالديره كلها وحوريه بعد، ما هي بالديره، ما حد يعرف متجعنا. خوف الله يا ابوي ان بي شيء يصير بالديره وحنا ما ندري بيه. حنا يا ولدي وش علينا من الخدامة؟ وين تروح وين تجي؟ وكاد اللي باق فرس الشيخ واحد يعرف الديرة ويعرف ان الشيخ ما هو بالديرة. وش رايك ابو فهد اخذ رجال ونطلع ندورها برات الديرة ونبعد ونمد؟ لله لله يا ولدي، اخاف يكون ملعوب حتى يفرقونه ويغزونه. اقول لك اتخسى الفرس وشيخها بعد لما رجالوا عودوا للديرة. على أمرك يا أبو فهد، على أمرك يا رجال. بسمة وين كنتي وأنا أدور عليك؟ لا تأخذها يا عم دحام، بس كنا قاعدين نسولف. ما عليه، روح البيت بساعة. يلا يا مسنا عاود. وين غيبتك من الصباح يا عم دحام؟ انت تدري ان فرس الشيخ انباقت؟ ها؟ من اللي باقها؟ مدري، الله اللي يعلم. تعال تعال نشوف وش الصار. مكثورة الخير يا الحكيمة، والله ما أدري شلون أكافيك. لا بالله ما خذها، خلها بيدك. لا عاد وش تريدين؟ أطلب اللي تمالين. أريد الخنجر اللي بالخرج. خنجر؟ أي خرج؟ اللي هناك. حورية عونت يا خالتي. شوفي ان كان بي خنجر بالخرج جيبي لي. وش اللي جاب شالك يا العفره بخرج عقاب؟ وشلون وصل الهان؟ هذا خنجر الشيخ عقاب. لا عاد اسلم عليك. قد لو كان الشيخ عقاب هان كان انطاك اياه بيده على اللي سويتيه مع بنيتي. ما يغلى عليك، ما يغلى عليك يا الحكيمه. تفضلي.
تسلمي مكسورة الخير. خلي جان الحكيم باتي عنا، أنا هربة أخذ ما أقدر، أولادي يستناني بول العرب، الزوم أرجع له. الله يخلي لك إياه، بمعنى الله عارف طريقي زين. وين كنتي؟ صحيت من النوم ما لقيتك، وين كنتي هسة؟ ما أدري وش أقول لك، بس يا خالتي فرس الشيخ عقاب انباقت ومزنة كانت بتهرب لولا. وش هالسوالي في الفاضية؟ ما أنا في فاضيتي لها ولا فاضيتك. روحي روحي من قدامي روحي. خالتي كيف صارت الشيخة حسنة؟ زينة زينة. شلون صارت فرحة؟ بعدها نايمة وهينا قاعدين عندها. زين بتدوري على إشي يا خالتي؟ بي عندكو هان بالديرة حكيم شاطر، صحيح إنه صغير لكنه شاطر كثير، أريد أشوفه وعلمه بحالة الشيخة لجل يتابعها. تعملين معروف تدليني عليه. بس الحكيم اللي عم تحكي عنه مات. مات؟ شلون مات؟ صح النوم يا خالتي فرحة، خوفتينا عليكي. يوا يوا اشربي يا خالة اشربي. لله مريض. سلامتك. الله يسلمك. أنا إيش اللي صابني؟ راسي ثقيلة. أنت يا خالة كنت بالبرية ووقعت هناك، وفي مرة جابتك لهون. إيه صحيح. وين الدواء؟ قصدك الدواء اللي اشتريتيه؟ إيه أخذته هذه المرة للشيخة حسنة. للشيخة؟ وش مدريها إنه للشيخة؟ أنا لزوم أشوف وش اللي صار. لا يا خالتي أنت خليكي مرتاحة، الشيخة صارت كثير منيحة والمرة طلعت من الديرة. هيج بوجع؟ إيه هيج؟ هيج زينة الحمد لله، بسيطة بسيطة. الله يسلمك علي إنك حكيم زين مثل ما قال الحكيم عليان. أقول له هو عليان وين راح؟ توخر. ما يجوز طابت له القعدة بديرة الشيخ فريحان، إن شاء الله غيبته ما تطول. نسلم عليكم. بمان الله. وكاد ودك تروح لمجلس الشيخة، أروح معك. لا ما أنا رايح هناك، يوراي شغيلة ودي أسويها. نسلم عليكم. الله معك. بمان الله. أقول يا أخوي رشود، أنا أحس حالي واحد منكم وأنا غريب عنكم، وأتمنى أنكم تشركوني معكم. وترى يا أخوي ثاري ثاركم. وكاد ثارنا الجميع، لكن انت حسن بعدك مريض، وحين تشفه بعون الله تزهم بروحك لديرة الشيخ عقاب وتاخذ حبيبتك مزنه بنص ديرته. بعدين نكمل كلامنا يا الحكيم، ارخص لي. مزنة؟ أنا حبيبتي اسمها مزنة؟ يا ولد اشرب الدواء لاجل الطيب. ما اريد، وديني لامي، وديني ابوي. يا ولدي ودي اياك الطيب. اسمع يا ولدي، ودي احط لك عليه عسل، ودي احط لك على الدواء عسل لاجل يصير حلو.
وين رايح؟ وين ودك تنهزم؟ البرية مليانة ضباع، وإن سويتها مرتين ثانية أضباع تاكلك. وديني أمي، وديني أبوك. أبوك وأمك ماتوا، تفهم ولا ما تفهم؟ رداد، أنت وش اللي تقوله للعيل؟ بعدين أنت وش اللي جابك علي؟ الشيخة عفرة قالت كل يومين تمر علي، مو كل ساعة تنطلي. جبت لك الزاد وهدوم للعيل. مشكور. النوبة الجاية يوم تجي جيب ميرمية معك. القصوم مر، الولد ما يقدر يشربه. يلا يا ولدي، يلا يلا يا ولدي. ليه يا ولدي؟ ليه يا ولدي؟ ليه تنهزم ودك تتركني؟ ليه؟ بدني ابني، بطني يعورني. سلامتك يا ولدي. اسمع، اشرب الدواء. الدواء حطيت لك عليه عسل، صار حلو. اشرب يا ولدي، اشرب. سلامتك، سلامتك. اسمع باكر بسوي لك سيف كبير 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 وتبارز انا وياك بيه. نعم يا ولدي. صوتك ما هو بالغريب علي يا شيخ عقاب، من تكون والهدوم ملثم؟ ما هي عوايد الشيوخ تتوارى خلف لثامها، لكن صوته وكاد اني سمعته من قبل، لكن من؟ بجر تسلم عليك. قلبي ما برتاح على جرح الشيخ عقاب، وأظن إن حلزومه يشوفها حكيم. آه يا ريان، عقلي ودي يطق. شلون عرفوا إن من غزيهم اليوم؟ شلون؟ هذه آخرتنا. حريم تلعب بينا وتهزمنا بعد. وكاد إنها هذه شيختهم العفرة داهية، هي اللي رتبت لكل شيء. فرقت رجالنا كل واحد من جهة وغدرت بينا. كانهم يا نواب كانوا حاضرين لنا وعارفين اللحظة اللي بنغزيهم بيها. أنا الحين متوكد إن هم اللي اختفوا سهيل. لجل هيك كانوا متجهزين وحاسبين حساب إن بنغزيهم. أظهرهم يا رجال، توكلنا على الله. غزالة، وش جابك هان؟ حكيم حسن، علامك، وش ملاك؟ مزنة، مزنة، نواف خذ مزنة، وأنا لزوم أجيبها، لزوم أجيبها، يا حسن، لزوم أجيبها، يا حسن، تعال هونك يا رجل، اتركني. وش فيه؟ وش فيه يا رداد؟ علام الحكيم حسن يريد يروح لدير عقاب ياخذ مزنه. وش الماخذك لديرة الشيخ عقاب؟ انت حتى ما تعرف شكل مزنه. اعرفه، انا ما تذكرت غير شكلها، تذكرت وجهها. مزنه اليوم اروح اجيب. شو تريد تسوي يعني؟ تدخل عليها المحرم وتاخذها من اهلها؟ يذبحوك ويذبحوها بعد، وهيك تكون ظلمت البنيه يا الحكيم حسن. استهدي بالله يا الحكيم، استهدي بالله. تصرف يا سالم، تصرف يا رداد. توكل على الله،
امشي. عندك يا عليان، أريد أسمي ولدنا بدر وأنا ناديك يا أبو بدر يا أبو بدر. أنا البلية الحكيم. إن شاء الله إن شاء الله تكون دائما الغالب يا ولدي يا بدر. من هو البدر؟ ما تعرف البدر؟ أنت ما تعرف إن اسمك الحقيقي بدر؟ أنا أعلمك وش هو البدر. البدر هو القمر اللي بسم العالي يا ضيعة الليل. هيج فجر هيج تزعلين من العفرة، هذه أول مرة نتزاعل بيها. سامحيني يا خيتي سامحيني. النفس فقط تشتكي من أحوالها والنار تشكي من غياب إدلالا، والسيف يوم أن رحل عن غمدة يوم القصيدة فرقت من قالا، يوم اللي الشيخ يوم انه رحل عن عيني شيخ يزين اقواله وافعاله. وش السالفة يا الشيخ؟ توخرتوا، وين بقى رجال؟ ما وقت لها رجال الحين يا عزاء. سلامتك يا شيخ سلامتك. الحمد لله على السلامة. سلامتك يا شيخ. الله يسلمكم جميعا. نواف وش السالفة؟ نصبر على وقت الرخاء والشدة، يا الله ضاقت دنيتي وأيامي وامه تعاتبني وهي محتدة، تطري عليها أيام ما تنسى يوم إنها
ليه ما رديت ولدي؟ ليه هاي المرض معك؟ ليه؟ أريد ولدي أشعر، أريد ولدي، أريد ولدي. أرجعك أريد السياسة. بس بس شيخ عقاب، شيخ عقاب. هلا هلا بالعم مريح. خير يا عم مريح؟ بي شيء؟ اي بالله يا شيخ، بي شيء صار بغيابك اريد اعلمك بيه. استريح يا عم مريح، استريح. يا بركان، يا بركان، خلينا نرجع. نرجع؟ انت من عقلك بتحكي نرجع؟ بدك ايانا نرجع قبل ما نشوفهم ديرة الشيخ عقاب؟ مخك سكر؟ الله لا يقيمهن ولا يردهن. انا هاي الديرة ما راح اعتبها ولا راح افوتها. بدك ترجع على المخيم انطاطي راسك، والناس بتنهش بلحم اختك الهاربة. يا سيدي اعتبر شهد ماتت وشبعة موت، ذبحوها رجال العرب، خلاص خلصنا وفضيناها سيرة. وانت يا اخوي اترحم على اللي إلك، لأنك لو لقيت غوى ورجعتها بجنازير راح ترجع تهرب منك مرة ثانية. عارف ليش؟ لأنها ما بتطيقك ولا بتطيق عيشتك ولا بتطيق حياتك كلياتها. بدها ترجع وتطيقني غصبة عنها وتضل قدام عيوني، فاهم؟ روح لحالك. اسمع، ولا بدك تروح تدور معي غصبة عنك، فاهم؟ أنا فيش شي غصبة عني. نوار ايش هذا؟ ومتى ناويين تعلموني ان شاء الله؟ متى؟ ليه ما واحد منكم فتح حلقه وقال لي على السالفه؟ لولا اني التقيت بعم مريحل وقال لي ان الفرسه انباقت. كنت تعبان يا شيخ، ما حبينا نكدر خاطرك. حنا بس يا فهد، بس الهرج ما هو بلك يا فهد، الهرج لبوك وراي هزاع. أمان مأمنك الديرة قبل أسافر؟ ليه ما لحقتوهم؟ ليه ما صدتوهم؟ يا الشيخ، أرجال طلعت ودورتها بالديرة وبرا الديرة ما لقيت لها أثر، ملح وذاب. بعدين كنت خايف يكون ملعوب علينا لجل نبعد الرجال عن الديرة وانت موهان ونندم. وبعدين صارت شغلة ثانية، البنت حورية طلعت من الديرة من الصباح وما عودت للديرة غير بعد المساء. يا عقابي يكفي ما جرى، انت ولا تدري بل اللي جرحني من الهوى سيف طعن صدري. وإن قلت لي حكم الزمن قلت انكسم ظهري، ولو عات قلبي ما بدن ما بحت لك سري. أهديت لك عين وجفن وهديت لك عمري، وهديتني موت وكفن حفرت لي قبري. أهديت لك عين وجفن وهديت لك عمري، وهديتني موت وكفن حفرت لي قبري. ضلعي غدا عود الغضا والنار في جوفي،
واحاول انسى ما مضى وتحدني ظروفي عفرة غدت قصة حزن وعقاب يرويها ودموعها يوم ذرفن ميوي واسيها اهديت لك عين وجفن واهديت لك عمري واهديت لي موت وكفن حفرت لي قبري اهديت لك عين وجفن واهديت لك عمري واهديت لي موت وكفن حفرت لي قبري هي 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 هي